مش معقول، ما بتزبطهاك. شو هيدا؟ معقولة؟ اعتبرنا حق الجلد 10,000 ليرة. 10,000 ليرة حق الجلد. كم فردة بيعمل؟ 10. شو عرفك؟ انت عن شو عم تحكي هاتك ليه؟ جلد الخروف. حلوة. حقه بين 5,000 و7,000، مزبوط؟ لا، اقل من هيك. يا سيدي قول هيك. لك يا سيدي قلنا هيك، لوين بدك توصل؟ بدي اعرف جلد الخروف كم حذاء بيعمل؟ سألوا لك انا اشتغلت كندلغي، لا اعرف كم حذاء بيطلع لك يا تكليف. بس انا بعرف. ها؟ دلغي بيطلع؟ بيعمل بين 4 و5. لا، بعتقد اقل من هيك. هلا بتعتقد ما بتعتقد؟ خلص اعتبر 5 يا سيدي. 5 قصمن على 8,000 ليرة، قديش بيطلع حق الفردة؟ يعني تقريبا 1.3 ارباع، 1/3. شو تلتان؟ ما تلتان، ما تضيعني، تعمل لي كسر وما كسر. ما عم تقول 8 قصمن على 5. طيب بلهي بلهي، انا مني قوي بالحساب، اعتبر 5 على 10، اعتبره ب 10,000 ليرة. 2 يعني حق الفردة 2,000 ليرة. شايف يا فهمان قديش بيربحوا؟ ولك يا تكلي انت وين بدك توصل؟ وعلى طول كل هالتلدومة، فهمني يا بالمختصر المفيد. حي يا فهمان، انا بدي اشتري حذاء الشحاطه تريد باجري، وما بقى لي عين يعني البسها شيء من حلوه مشان انت كمان. لا معلوم، انت اكبر من الشحاطه يا فهمان. معلوم معلوم، يعني الناس بدها تحكي قولوا تكلي طويل عريض وشحاطه، انت اكبر بكثير. لا انت اكبر من الصبان. معلوم، شغله كبيره انت فهمان يا فندي. بروح بدي اشتري الحذاء، بيقولوا لي حقه بين 30 و40,000. معروف بيربحوا كثير، بيربحوا كثير، بيربحوا. لك يا تكلي، ليش انت ما معك خبر يا تكلي انه اليوم باع الاحذيه فلده مربح وفلده الاثمان؟ حلو، يعني اللي حقه 100,000 ليرة بيربح 50,000. هذا اكل فيها تكلي، وما معك خبر؟ ايه، انا طول النهار ببيع قهوه وشاي وعصير وطقاله الناس وما بطلع 30,000 ليرة. خلص، طب بدك بهالشغله روح اشتغل فيها احذيه. فكره، وانت الى خلص اعتبر اليوم اخر يوم بمصلحه القهوه. لك يا تكلي، ثم الدوب انت ما بتسمع شو بيقولوا؟ هذه بتشتغل شغله غير شغل الدوب، بتفوت علي غير علته، خليك بتعرضك على شغله. بدي غير المصلحه، زبوناتها منهم عجبيني. طيب يا تكلي، شو رايك لكن هلا تلبس صباط من قليبه لبين ما تفتح احذيه؟ ياخد طباط هيك يتاغل شوي من البالي. ليش بيبيعوا احذية مستعملة؟ صاحبك ابو عبد العنيفة سايب كونتينر كليته طبابيط بثوه تينفع. حلوة حلوة هيك مثل حكايتك، مظلومة مرتبة يعني. يعني عطيقة ونظيفة. خلفك ابدا. انا ما بحب الا العطيقة، انا رايح اشتري من عنده. درباس درباس. عمر يا معلم. قرب قرب لقلك. حاضر. نعم. ليك دير بالك على القهوة، انا رايح مشوار وجاية. ها فهمين؟ اهلا بفهمين. اهلا درباس. يا فهمين وفي ايه؟ طمنا الجماعة اللي لقوا الغراض عنده سليم بالباب، قديش عوضوا عليك؟ لك دستني لك هذا البيت، عوضوا علينا حكي بحكي، قال بدهم يعطونا وصلتوا خاطرنا، ما صرتوا خاطرنا كثير، بس ما الحق عليهم، الحق على هذا اللي اسمه ابن عمك ابو سليم اللي عطيهم الغلاظ. حق عليك؟ طبعا. يعني انت فكرك بقى يعني بدك تاخذهم يعني بقى؟ لا، ما ناخذهم يعني كنا من يعني بنعمل عليهم هيك اتفقنا احنا وياهم يعني كمسيون او يعني نص بنص. ايوه ماشي ماشي، انت زكا ما بخوف عليها. ايه فكرة فهمت؟ عشو بتحب تشرب هالليل؟ دب لي فنزان قهوة مره علق. حاضر. مرم لخوفك. يلا تشوطة، يلا علق بيري، يلا علق روكي، يلا. مرحبا فهمت؟ قمالك 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 قمالك. شو بيك؟ شو هذا ولا قطع؟ شو هذا؟ شو؟ لك شو هذا ولا كعك؟ كعك؟ ايه؟ ما عاد يربح الكعك يا فهمت؟ شو هالحكي؟ ايه هيدي الطبقة هاي. ايه لك بأكتر وهذا كمان. شو بدك تشتري الشاه؟ هيدا الطشط؟ هيدا الطشط. ايه يعني هيدا الطشط قال لي بيلبح أكتر. هو لمعلوماتي. شو؟ هيدا الطشط حقه رسمين وعلي 3,000، ببيعه بخمسة بربح 2,000. شو هالحكي؟ ايه ايه يعني معناتي عم تلبح لك تقريبا كل يوم 30,000 ليرة؟ اسم ما استفتحت، بس بكرة بلبح. ايه بس ما حتفتح كمان. ليش بقى؟ لانه بده تطلع حمل على الاغواض هيدي يلي كل مده ومده بتغيب وبتلزع لي على التغلي، بتغيب وبتغيب بتلزع على التغلي. 100 مره صرت قايل لك بيتكلوك عالتيل مش بيع.
شو بعرف ببيع الشغله؟ انت شوف عم ببيع الشغله. شو معك يا اسعار؟ ها شوفت عينك رجيلة شوطة، عنا صحون، عنا كبايات، عنا بريق شاي، عنا ركاوي قهوة، عنا كل شيء. معك يار... قمع أكبر من هالقمع؟ لا لا، شو بدك قمع أكبر من هيدا؟ إيه هيدا ما عم بسمع منيح. بسمي؟ هيدا ما منيح، هيدا بسمع أكتر. أوه هيدا غلول تمام، هيدا بسمع من الأخل الثاني. لك أنا نروح نسترزي. بدك شيء فهمي؟ يا أفعال شو بي؟ فهم مني شوي. عم فهم؟ بسمعت بدي أقول لك قول حيدي الشغلة بطلة ما تغيب وترجع لي لحنة سنة ما بقي يسمحنا نشتغل هالشغلات، بدنا شغلة تكون فيها لياعة يا أفعال. لك شيء فهمين شوفت عينك هلا أنا وقعد مين بيطعمينا ومين بيصينا؟ إذا أنا ما اشتغلت ما حدا بيطعمينا. الحياة صعبة يا فهمين صعبة. يا صاد وضعت لي قلبي، وضعت لي قلبي يا صاد. اشتري غرض منا. أنا كان فكري استلي منا كتير، بس لو تديني في 5000 الله يستر قلبي فيهم يا صاد. هلا بس بيع فيهم برجع لعندك بدينا. ما تقوم بعرف تبيع ولا أعطيني وضعت لي قلبي. عالشوطة وضعت لي قلبي. إيه عملك عملك يا صاد عملك عملك والله عملك هيدي. هذا كرسي وقع. ايه روح روح بيع التفتيح وتعطي مليون. لك عمالك يا ابني روح. مرقنا ملوك لك ملوك وعم بيمرق ملوك. ايه ها 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 روح تكلم ولا تكلم روح بيه وما بدي نروح من هالشيء. بدي نروح من هون هونيك بيع من هونيك. ما يروح من هون انت اخل الطليق في ودي تنزل بالودك تطلع من تيني مال كتر خيرك. هلا وأهلا بالوادي ما في عالم مين بده يشتري مني بالوادي. ما من هونيك هيك لا لا مرقنا من هون يرضى. ما من هون يا فعال ما فيك تروح مقطوع الطريق من هون. وصعينا؟ ايه ما في بنايات؟ لا هونيك البطلة ايد بايد من هونيك تنزل بالوادي على طول هن بياخذوك. كتر الله خيرك. ولو يا فعال بدي خدمة أنا بس. لا يا ابني ما من هون عم نقلح من هونيك. شوف هونيك شو فهمان؟ هلم؟ منو هيدا اللي لابس اسطولة؟ لك أسعد هلكني. أسعد؟ ايه مسكين يا أسعد محتار شو بده يعمل ليطلع مصاري. يعني طمني انت كيف تغلق؟ تمام أنا ما عم بشتغل شي ناطر لي عرس حفلة لما تروح تحكي مع الأستاذ بلبول نقنعه ينزل بالانتخابات ويطلع افتاح. يعني بدك الأستاذ بلبول يعمل نقي؟ شو انت أخوي؟ ليه؟ معقولة؟ طبعا بس من يعالي الداد عنده استعداد يدفع مصالي أم لا؟ شوف يا فهمي الأستاذ بلبول بس يوصل للدفع ما بيترشح. لا لا بعتقد بده يتلفح وبده يدفع لأنه لما حيعرف إذا صار نائب بده يقبض المعاصب الملايين وحيحطوله على السيالة نملة ضلقة عم تهوي تهوي الحيقبل. ما بعرف هيك بجوز إذا سمع هالكلام بجوز يغير رأيه. لا قوم شوف أبو سليم وروح أنا وياه نعمل له ضيافة. اوعى تشوف أبو سليم. ها الأستاذ بلبل زعلان من أبو سليم وإخذ التليفون. اخي ابو نطلق عيلتك انك غتيم بس تسمع بهالانغام لحيلدله التليفون وحيسامحه بقتل السنه لابو سليم. شو قصتك يا فهمي؟ مبين عندك ثقه باقناع بلبل عطيل يعني. لك يا ابني لما حصل قول له لبلبل انه انت صرت نائب وطلعت بالنيابه ايوه ومعاطك بالملايين وبكره يوم من الايام حطيل وزيل وحتقبض كتير حيوافق على طول. طيب يا فهمين انا وياك شو حنستفيد؟ يا عم نطلع كل الإفادة لأني يافطة أطول وقفصات واحتفالات وحفلات ومليون وطلعوا منهم ليلة إن تنن حتى تستفادوا المنطقة. والله معك حق يا فهمين لكن لقوم جري ونشوف. أوام يا أبو نطلع ونصلعة أنا بطلع خلص السكن بقى. بياخد حدا معي؟ معلوم بتاخد لي معك كام واحد بس يكونوا زعالية. أيوة يلي واحد يقول يسمع إخر السيلة يعني بنعمله هابورة. هابورة كبيرة لعيوني عطيل. ها هذا بخير يا عين يا عين والله أبو نطلع أنا سفت ناس دهم بس طول بلا غلي مثل هذا أبو نطلع ما سفت أبدا ما فعل يا حرب. إيه أنت هذا قول
شو معلم فهمان؟ شو رأي أخبار حديثك كنا عم نحكي؟ أي حديث كنا عم تحكي؟ بالانتخابات؟ كنت عم تحكي عن الانتخابات؟ شوف يا فهمان، أنا مفتاح انتخابي، يعني تبلي على 300-400 صوت. أنت يا نقمة تفهمي مضبوط؟ شو نقمة يا فهمان؟ عفوا أنا بدي أقول يا ست نعمة، أنت ابنك شغالي مضبوط، ولازم تكوني معنا بالانتخابات أنت وزوجك الدغلول. هذا غلول؟ نعم. انزيل يا شوف شو بدنا نعمل؟ نفك لعبة أبو نصرة. لا، بدنا نخطط التخطيط الجديد، انزيل علي. ماشي. وين؟ شو رأيك لازم اجي ولا لازم روح اذا كان انا جي؟ لا امسكي عودي اللحمات دغري حطيهم بالفريزر لانهم منشان يجلدوا. طيب بلبل بعت لك هالورقه. لشو بعتها؟ بعد 5 ايام يخلص الشهر. انا بعرف شو بيقول فيها. انا شو ابو سليم نعلمك باننا لا نريد ان تجدد الاجار للشهر القادم، ونرجو منك الإخلاء عند آخر الشهر. يا السلام يا السلام، هيك صار قانون الأجار، ساعة اللي بده المالك بيطرد المستأجر. طيب شو رح تعمل هلا؟ شو بدي أعمل؟ رح أرجع على الضيعة وأرجع نام بالشركة مثل ما كنت نام بالأول، وبعدين أنت فوتي شوفي شو في عنا أغراض إلنا، شو إلنا إشي خاصتنا، ضبيهم لحتى نحملهم وقدامنا روحي. ما بعد فيه 5 ايام لاخر الشهر. يا اختي 5 ايام ولا 10 ايام، انا رجال عينه بملكه ببيته ما بقعد فيه بقى ولا ساعة، خليه يحمله على راسه بقى. شو عم بتقول؟ النائب الاستاذ بلبل موجود. شو؟ النائب الاستاذ بلبل موجود. ابو نصرة شبك شي؟ هيك طلب الناس. الناس طلبت انه بلبل يصير نايب؟ هيك عم يطلبوا. اذا هيك الناس عم تطلب، المساله بدها نظر. اهلا ابو نصر خير. اهلا بالاستاذ بلبل. اهلا. اهلا بالاستاذ بلبل. اهلا فيك. اهلا بالصوت الجميل. مثل ما بتعرف يا استاذ انه موسم الانتخابات قرب. نعم. وبالمنطقه محتارين مين بدهم يرشحوا عن هالمنطقه هيدي. ليش من شو بيشكي بدري بيك؟ يا خي حابين الشباب يغيروا. ومن ايه بتلعبين غيرون؟ من هلا ورايح. طيب ابو نصرة يا عيوني، حد علمك يعني عرفت لي مين ناويين يرشحوه؟ يا خيي ما لقوا الا الاستاذ بلبل. استاذ صوت حلو، شكل حلو، معه ومعله. شو معه؟ معه الاخلاق، معه الفهم، معه الذكاء. وتصور يا استاذ اذا النواب زعلوا بالمجلس بتعمل لهم موال بتروق لهم اعصابهم، وإذا النواب يعني اللي احنا عملنا حفلة وإجا المجلس النيابي على الحفلة بكفينا. شو معه ماما وينها؟ شو معه يعني؟ ولو إذا النواب إجت على الحفلة بكفينا لأنه إيه كلامك كتير حلو يا أبو نصرة. يا حبيبي. طيب دخلي شو المطلوب يعني هلي؟ يا خيي هيدي إلى اختصاصيين ونشوف إن شو مطلوبهم. يا ست ليلى شو رأيك تصيري زوجة النائب الأستاذ بلبل؟ وليش ما حرم الوزير بلبل؟ يا سلام الوزير. سلام ابو نصرة يا عيوني. شوف شغلك يا ابني. يا عيوني. يا حضرة النائب. كيفك يا امين؟ كيف حالك معك؟ منيحة 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 الحمد لله، سيطر على الله. منيح. ابشر يا فهمان ابشر. اهلا بابو نصرة خير، طمنا. اكل الطعم. شو قول لي طيب؟ الاستاذ بلبل وافق يترشح للانتخابات. مين؟ بلبل وافق يترشح على الانتخابات؟ هذا بيموت اذا شرب فنجان قهوه. اللي سؤالك لحتى اعرف كيف بدي تكتك. يا خيي قال الاستاذ بلبل حابب يقدم هالشعب. ايوه اصبح هلا يا ابو عصام. بعد في شغله، اذا قدرت انا طبقت هالملصح الكبير ينزل على الانتخابات كلنا حنستفيد مصالح كتير. ومين هذا هالمرشح الكبير؟ ثقلي ثقل الله. بدكم تموتونا شكرًا؟ لا، إذا تلفع على الانتخابات بيموت، وإذا طلع نائب بيموت يعني؟ لا، هو إذا ترشح على الانتخابات ما بيموت، بس إذا بده يدفع بيموت. ما تخاف.
لتعليه هالثغلة أنا بعرف كيف طبوا أنا ولو يا أمين. توك يا أبو نطلع. شباب شباب لك يا أسعد. نزل يلي ما بيشتغل ما كان ياكل. صح. ما بعرف كيف تغير هالزمان. صار اللي ما بيشتغل بياكل واللي بيشتغل ما بياكل. يا بيي نص نهار نص نهار مثل ما هو حتى بعد سطر. لك يا فهد انت طايل عم تحكي فلسفه كبيره كتير. فلسفه؟ معلوم فلسفه هذا حكي فلسفه. واحد يلي ما بيشتغل عم ياكل واللي بيشتغل عم بلاكل. هذا معنى الحديث. ايه مزبوط. قوم لك انت. انا فيلسوف. قوم يا فهد. نعم. لتدلي هالغلاط لاصحابهم. ايه. وتعال عندي لهان لتغلق شغله فيها ليلات مثل الطلاب. شغله؟ معلوم. شغله كلها ليلات يا فهد. صحيح. ليلات ومصالي هالقد. بردلوا هو لصحابهم. عوام. حملونا. عوام حملوا. حملونا. حملوا لعفهد عوام. شكرا لك. حملوا. ما بقى يردون صاحبه. لا 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 يا شباب اتفضل قلب على الباب. كيف قلب؟ اهلا وسهلا. الباب بيتكم. شو هذا يا شباب اتفضلوا. شو القهوه؟ هذا كرمال مرشح الشعب مرشح الجماهير. كرمالك يا استاذ بلبل يا مرشحنا انت. شكرا شكرا شكرا. طول فتره الانتخابات احسيبي انا. الف شكر الف شكر حبيبي. تفضلوا يا شباب. يا شباب لو قلنا لنحكي كلمتين مع بلبل باك. نعم. الحقيقه قللوا الجماهير الغفوره الغفيره كلياتهم بيطلبوا وبالحاح شديد انه حضره بلبل باك هو اللي يمثلهم بالمجلس النيابي. اخواني بناء لطلبكم نعم بناء لطلبكم والحاحكم
أعلن ترشيحي عن هذه المنطقة وإلي الشرف إني مثلكم. يعيش نائب الشعب بلبل بيك. يعيش بلبل بيك. بلبل بيك. بلبل بيك. بلبل بيك. والنيابة لعينيك. والنيابة لعينيك. شكرا شكرا. فهمان شو لازم نعمل هلأ؟ لازم بلبل بيك نعمل لذان انتخابية. هيئتك خبير جدا بالانتخابات. طبعا بالمفاتيح وكل المفاتيح بين ايدينا. المفاتيح طبعا. ونحن منطلع ونحن مننزل. فهمان. يا شباب بلبل بيك مثلكن وهو معكن وحيدعمكن كلكن سوا. بس اسمحوا لنا هلا لحتى نقعد مع بلبل باك مثلا نرتب اللجان الانتخابيه ومفاتيح كل حي بحيه. حلو يا بلبل باك. 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 فمن حيث الفكره الوطنيه لا يجوز هكذا ابدا. طبعا أبو سليم هون؟ لا منو هون. شو زعلاني انتو درباس؟ لا مني زعلاني. بلا لأنه كل ما بتزعلي انتو درباس بتجي لعند خيك أبو سليم. خرجك انت هيك بدك. أنا الحقيقة شمتان فيك. شو في لزوم لهالحكي هلأ يا مشكاح؟ الحقيقة في لزوم يعني شو بدي. شو هاي تعمل انت وياها؟ مين ضرها؟ شو في؟ أهلا أبو سليم. أهلا أهلا. خير شو في؟ جاي خبرك خبرية. شو؟ فهمان؟ ايه؟ راح لعند بلبل. ايه؟ انا وينزل على الانتخابات يعمل نايب يعني. ما فهمت. فهمان؟ فهمان. راح انا لبلبل. ايوه. مشان ننزل على الانتخابات بده يعمل نايب. يعني بلبل بده يصير نايب. ايه؟ قبل ما يصير نايب. نعم. ويدافع عن حقوق الشعب، يعطي الشعب حقوقهم ويدافع عن الشعب. ما هيك بيجي واحد قاعد ببيت بده يقلعه من البيت ويطلعه حضرة النائب يلي بده يمثل بالمستقبل الشعب. طيب ومين بده يطلع من بيته؟ أنا يا سيدي. مين بده يطلع؟ إما أنزرني بعد 5 أيام بدك تترك الشقة وتروح على الضيعة. بلبل بده يطلعك من البيت؟ إيه نعم. إذا بده يطلعك من البيت منا حننتخبه. إيه مزبوط. طيب أبو سليم شو رأيك؟ ليه ما تنزل أنت على الانتخابات مثلاً؟ وكلنا مننتخبك وخصوصي أنا يعني مشان سعدي كلنا مننتخبك. وأنا كمان منتخبي. شو رأيك؟ أنا بدي أنزل على الانتخابات. ليه؟ مين دفشك علي؟ لا أبو سليم روح شوي. روح أنت ويلا. يلا هاو هاي هاو. إيه درباس. إيه. إنه ما عرفت وين راح فهمي. أنا بعرف أخذ الشباب وروح لوان ما عرفت. ومين هيدا يلي ما عرفت وين راح واخذ الشباب؟ فهمين فهمين. شو بدك منه؟ قال لي خذ الغراض وديه لصاحبه ردهم وتعال عنده قالك شغله ربيحك تقدر. وشو هي هالشغله اللي ربيحها؟ ما بعرف. مرحبا يا شباب. اهلا ابو نصر. اهلا الشباب. اهلا. شفت اللي فهمان بطريقه؟ فهمان جاي عم يرتب موضوع الانتخابات. قال لي عندي خبر. ولو ليه ما معك خبر الاستاذ بلبل مرشح للانتخابات؟ شو هالحكي؟ إيه ما بيلبق له الانتخابات هذي؟ لا يا اسعد لا، اوعى تقول ما بيلبق له. ها ليش؟ طبعا لانه هو قرر هاي. لا انا ما بنتخبه. ليش ما بتنتخبه؟ ها ماني حر؟ يعني لو ترشح شكري كان احسن؟ معلوم احسن؟ بالقليله سيد شكري منعرفه قدما، اذا طلع عني يبا يمكن بكره يعمل وزير ماليه. حلو طبعا. يعني بدك تشحد لنا البلد. انا يا ابو نصر بشحد البلد؟ هلا يلي بيحافظ على اموال الناس بيقولوا عنه بيشحد. شوف يا شكرا، انا برايي تنزل على الانتخابات بنكي هيدا الاستاذ بلبل. شباب اقتراح قابل للدرس. حلو شو عليه؟ مرحبا يا شباب. اهلا اهلا بك. طمني يا ابو نطلع. تفضل معك. طمني طمني. شو قام تنشغل؟ بس ساعتين وضل صقبك. يا عود لوق طوي. قل لي لك يا فهمان. ايه بدك تبيرب له لشكري؟ شو؟ عم يفكر يترشح للانتخابات. مين انا هون؟ اسعد استفزه. وفى؟ طبعا شيء. اصبح العمليه صارت منطيه. طبعا. خلوكم معي يا شباب. فتي وينه؟ جوا جوا.
دغلول؟ ايه معلم. الله خليك معنا بالشغلة. ايه؟ ايه انا معك. قول لتوف. او تكلم بيت تكلم بيت وني بيت شكري بيت وني يا بلا عينيك وني يا بلا عينيك او تكلم بيت تكلم بيت شكري بيت شكري بيت وني يا بلا عينيك وني يا بلا عينيك او تكلم 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 وشكري شكري شكري. مبروك يا استاذ تكلي. انت مبروك انت مبروك. ما بعرف شو بدي لكم بس على القليله يا اخويني اتركوني افكر وبكره برد عليكم خبر. شكري بيك شكري بيك شكري بيك شكري بيك. تفضل يا استاذ تكلي. تفضل. ولو يا تفضل يا معلم. تفضل. ولو يا استاذ تكلي. انت لما بتفوت على المدرسه وتصيرني ابنك بتحكي باسمنا. انت بتحكي لحنا بنسكت. انت بتقول لحنا ابدا. انت فوق لحنا تحت. انت بتروح لحنا بنوقف. انت بتقلب من قلب ولاغ. بتروح من روح ولاغ. بتقبض لحنا ما بنقبض. انت فوق ولحنا تحت. شكري بيت 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 شكري بيت. شو وصلت يا سعدية؟ جيت. يلا خلصت. يلا لشو. يعطيك العافية أبو سليم. أهلا 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 أهلا. شو هيدا مبين؟ شو فيه؟ شو هيدا؟ شو هيدا؟ مثل ما أنا شايف على الرحيط طالعين على الضيعة. لا ايش اللي طلع هلا؟ انا محتاجك يا ابو سليم. هذا التليفون بامر ضأنك كمان. شو خير؟ شو صار؟ بتعرف انا بزعل نتفي وبرضى انا وين برضى. خير يسلم هالدقيق حبيب قلبي. انا محتاجك شوي. انا تحت امرك. وشو؟ وهذا يا ابو سليم وصل اجار البيت عن سنه لقدام. واصلني عدا ونقدا بشرط بس حبيب قلبي البيت بدي حوله لمكتب انتخابي وانت فيه طبعا. تحول البيت لمكتب انتخاب. نعم. ولو شو على قديش بدك ايه قلت لي؟ يعني شهر زمان شهرين هيك. يقول لك شهرين ثلاثة شو على الصالون بصير مكتب انتخابي وانا بنام بقوط النوم. عفيك عفيك عفيك. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا انه ترى. بدك الحقيقة ابو سليم. انا هالفكرة ما كانت ويردة براسي انما إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. شغلة يعني الجمهور الشعب الشارع. الشارع هو انتدبك إنك تمثله بمجلس النيابة. نعم أنا. يا أستاذ أنت هون نحن عم نبلغ عليك. كيفك يا بيت؟ خير إن شاء الله. خير. هدول 130 صوت عائلة أبو الحنة. ضف ليهم هدول فوق الأصوات هدولك البقية. عائلة مطهولة يا أبو طليم. أنت بعد ما تعلمت على مني. ومين هودي عائلة بيت أبو الحنة؟ بس عائلة عائلة محترمة ويمكن نزيدوا أكثر لأن قلت في كم واحد. يعني في 70 واحد معاندين بس حنديمهم. أحسنت. حط لي هدول فوق هوليك قديش بيكون صار عندنا تقريبا مجموع الأصوات على حسابك؟ أيوة شي 12,000 وكم صوت كان. إلك علي من هون لآخر الأسبوع ليصيروا 20,000 صوت ونجزة. أنا بدي أخبرك كيف. أهلا بأبو طليم. أهلا. كمان أبو سليم قبل إننا نستعمل البيت مكتب انتخابي. أبو طليم أبو طليم مفتاح انتخابي بس مفتاح انتخابي مبتر. أنا عندي جولة على الشارع هلا. طبعاً. بس وما بعدكم. تكلم يا بيك. يعطيكم العافية. مع السلامة يا بيك. مبة 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 يا بلبل بيك مبة. أو بلبل بيك. طبنا لك يا أبو طليم. طبنا خلينا نعرف تغلق. طبنا القصة اللي عامل لي إيه بهذا الشارع هذا إسا عامل لي طيطة وزنبليطة كل النهار صريخ وعياط بالبول بيك. وليه هذا معقولة ينزل على الانتخابات؟ لك يا أبو طليم لقطة هذا مكتب انتخابي هذا اللي زدنا. لك يا ابني تطهر لحنا بنصفطهم سهلان هن بيصفطونا 4-2. ولك شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ هالعاضي هاي بعد بدنا نحكي فيها وهالكلام هذا بينحكى فيه يشفطونا 4 سنين نشفطهم نحن شهرات؟ بدك تغير هالموضوع؟ معلوم؟ وتغير هالنظام؟ لازم يا حبيبي حلاك يا ابو تليم يا كبير انت ما بتخيلك بيقدر يفوت لجوا على المجلس ويغير هالموضوع ويعمل قوانين جديده تلسع الانتخابات يا ابو تليم وبتفوت لجوا بتغير كل هالنظام. الام الهول. لا طفي يا ابو طليم طفي طفي. ايوه انا بدي اقعد ترشح على الانتخابات. خذ ارتاح ارتاح. لا طيب خلينا نستفيد يا ابو طليم تخسرها. ساعدنا انت وساعد بالبول. لك يا فهمين انا ماني من هالمنطقه. انا مضيع حش بالليل لا بنتخب هون ولا بنتخب. بتساعدنا مساعده بالحكي بنزيد لك عدد الاصوات.
لكنه حكي حكي يا ابو طليم. ولو ها هلا رايحين عن تقليل قبض الفيتولات. شو هذا الثاني كمان؟ فيتولات من 150 دولار حسبهم. نعم من 150 دولار شغلهم. من 150 دولار شكري بده يدفع حق صوار؟ هيدا اول دفع لك صوت بك ومصب القهوة كلها لمنطة وعطيل وبوضة وما من جميع الاركان كله ببلاش. من حالك عم تحكي؟ ولو يا ابو طليم شكري عم يدفع؟ لك عم يدفع لك ما منتهي. شبك انت؟ ما عم تفوت بمخي ها؟ قوم شوف بعيني. لا لازم قوم اتفرج. معلوم بس ما تفلت لي كلام قبيل. لا 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 قوم فلت عملك يا ابو طليم عملك. سعدية يعني أنا شو بدي أعمل؟ إيه فوتي هالغراض بقى حطيهم محلهم لأنه نحن نقعد سنة ببليش. تفضل. أنا يا أبو سليم إيه؟ يلي عم نحط في قلبي إيه؟ كله نهضر مخل النيابة. أوكي أنت وبعض يعني أنا فكري خليك معي طوي. أهلا بالشباب. يا أهلا بالطيبين. يا اهلا بالمزوقين. اهلا اهلا شرفتوا. اهلا اهلا بالناس. دبيس دبيس. نعم زغلول. زيك هودي من محمد بربر بأيد الاستاذ شكري إيه؟ وجايب له البريد ابو موسى دعم لشكري هو بده ينتخبه مع 50 واحد. ماشي تفضل تفضل. اهلا اهلا طيب طيب اهلا تفضلوا تفضلوا ادعوا له لشكرا. صحه وهنا. صحه وهنا. شكرا يا زغلول. يا ميت هلا فيكم. يا ميت هلا يا ميت هلا يا ميت هلا عبيل الفرحة الكبيرة. فوت يا أهلا وسهلا يا أبو سليم. أبو سليم فضل أبو سليم فضل دعيله لشكرة دعيله. فوت على شغلك. الله معك. شكري عم يضيق من هذا. الحقيقة هودي من المؤيدين اللي بدهم ياني بالانتخابات هني بيعطيني. يعني ما حسابك. مش مشكل منه ما عندي مشكل ابدا من الحبيب يعني. أيوة انا ايوه ايوه ما عم صدق اللي شايفه. شكري صور ودنيا وهذا ما عم صدق. وسكرت القهوه كله كرمال الانتخابات. يا اهلا يا اهلا وسهلا بابا سليم في محلك ومحل اخوك. اللي انت يا ابو سليم بعدك ساكن عند هذا بلبل؟ بلبل ايه ايه بعد ايه. شوف يا ابو سليم انا مستعد أقدم لك شئتي إذا بدك بس بشرط إنك تدعمني. هو أبو سليم مثل شو زين عندك؟ قول يا حبيبي بولة قلبك. يا علوية يا فهمان بيعملوا الانتخابات كل ثلاث شهور. شفت ما أحلاك يا أبو سليم. أربع سنين كثيرة. حتى تصدقني. أخ يا أبو سليم أخ لي ثقلي إذا طلعت نائب أو صرت وزير بوعدك إني حطك مدير قسم. لا سيد شكري انا بالاول بدك تعملني مدير مدرسه. انت مدير انت هو مدير قسم مدرسه وانت مدير اداره. بس اداره انا ما بفهم بالاداره. لك انت بتفهم باداره المدرسه؟ لا فانت بتتعلم. ليش بده يكون يعني متعلم بده يعمل مدير؟ لا طبعا بده يكون معه شهادات ومعه خبره سنتين بالقليله. يلا انت بتفتح لك كل كل طيب بحطني ناظر. الناظر ما بده يتعلم بس بيحمي المسطرة وبيضرب الأولاد. خلص ناظر. ايه؟ لك وينه؟ ايه؟ ما تطلب الأولاد كتير. لا. كل 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 هيك بتعرفك. يا سيد ثقلي. نعم نعم. الأخ أبو سليم. أهلا. زيب زيب معه دعم ما له مثيل. عنده شيء 40 45 صار و 113 صار على الطليق. هدول دعم لسيد. كل 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 أبو سليم كل. يا سلام بلدة طيبة كتير. بعد أنك سيد ثقلي. نعم نعم. في هالفيتولة مثل حق الصور. 850 دولار. المهم لزقتون المناسبة. ما بدي فوضى تلزيق الصور. لا 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 في المكان المناسب. كله عم نلطقك على الحيط التلزيق. والفاية والاقية والناس على طول. شكرا شكرا. تطلع مت الفل كله مزعلك تزعلك بس مت التكني كله. شكرا شكرا. 850 دولار و 25 للضقن و 33 حق نتا و 47 منو مشكل منو مشكل المجموع المجموع يعني كله 1250 دولار بس مات. بس 1200 وهودي اذا بده حقهم بربر كمان حطهم. لا 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 ما عندي مانع. انا مني طمعان الا اني مثلكم ودافع عنكم ايها الشعب. بارك الله فيك. وهو اجتهادا من خيك ابو موسى بلبل بده يعطيك وبده يفتح كل يوم من هالقطعه بس بده اياك توصل انت وانت تنجح. انت تمثلنا يا طيب بجهودكم الطيبه. عمل لي المجموع قديش قلت لي؟ 1780 دولار.
ألف ويوف. خيك أبو طليق. هلا أنا ألف وميتان. تقلع معينك حط له مية زيادة لأبو طليق. ماشي ماشي المجموع المجموع. 2200 وعطلة. باسم مين بدك؟ باسم السيد فهمان. أنت يعني؟ فهمان أبو الفهم ابن فهيمة البهيمة. عمالك السيد فهمان. ابن فهيمة البهيمة. ابن فهيمة. البهيمة. تقلع معينك أبو طليق قول بوطك قول قول. قول يا سبب قول. قديش قلت لي؟ وتكلي باك تكلي باك. شكري باك شكري باك. وتكلي باك شكري باك شكري باك. 3240 انا رح زقه عقليتك ما عم صدق اللي عم شوفه ابدا. كل قطر طريق كل قطر يسلم يا تيسكلي. شو راح ابو سعيد؟ هيدا الظاهر بلبل مناول واقتل مناوله معلوم. شوف يا فهمان ايوه اذا هو مناوله انا مستعد ناوله ناوله بس مش حد شوفي قديش مناوله وانا بناوله. ليش قلت لي كم صوت عنده؟ عنده 430 صوت. عمل لي لقلك ابني ولو دبل. عمل لي لقلك هذا الساك لمين؟ لحاميله حتى ما يعرف انه بلطيل يعني لابو سليم. ايوه بس بنقول لحاميله. حاميله قديش عنده بسرعه؟ عنده 1480 صوت كل صوت بعصله. قول قديش قديش؟ 18400 دولار بس. 1840 دولار ما انا عم قلبي. 840 دولار دولار. شكرا يا وتكلي باك تكلي باك. شكري باك شكري باك. تكلي باك عطلة عطلة. تكلي باك شكري باك شكري باك. منو زي تكلي يعطيكم العافية مبروك يا تكلي مبروك. يا شكري باك شكري باك. ما بعرف كيف البابا وين بقوا تنشحنين. ما في حدا يحكي بالموضوع. ماما مع مين عم تحكي؟ فؤاد. اسكر الخط. ماما فؤاد خطيبك ما في حدا غريب. بيك بعد ما وافق وبعدين يمكن ما يوافق. والسبب؟ بيك ترشح على نيابي واكيد ان شاء الله رح ينجح. وطبعا بنت نايب ما معقولة تخطب موظف بسيط. ماما انا وفؤاد مخطوبين لبعض. بعد ما صار شي رسمي. ماما صرت فوق العشرين صار عندي صلاحية تامة اختار العريس اللي بدي اياه. بيك يمكن يصير وزير. ماما وزير؟ ليه شو عشو؟ ولو انت عم تحكي هيك حكي مستقلي قيمة بيك. ماما البابا انسان بسيط ما دخلوا بالسياسة. ليش اللي عم بيشتغلوا بالسياسة بيفهموا اكتر منه. او تكلي باك تكلي باك. لك لعبك يا ابني بالبول باك 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 بالبول باك. سامع سامع الجماهير شايف الناس قديش فرحانين ببيك. ليك إذا بتريد لهون لا بقى التلفن نحنا صرنا غير مستوى. ألو ألو سكر الخط أحسن. بالبول باك بالبول باك بالبول باك بالبول باك وبالبول باك بالبول باك بالبول باك بالبول باك والنيابة لعينك والنيابة لعينك وبالبول باك بالبول باك بالبول باك بالبول باك والنيابة لعينك باك بلبل. اهلا اهلا تفضل. ليه ليه شو بدي اقلك؟ ليه بسرعه ليه بسرعه لوان ليه بسرعه ليه صحيح. اهلا وسهلا بالتبات يا بلبل باك. الحقيقه صار مثل من سيف البيت الثقه صغيره علينا. طيب يا فهم ما اتفقنا انه الاجتماعات والمراجعات ببيت ابو سليم يا اخي؟ ايه صحيح بس بيت ابو سليم ما في كلاسي ما في قهوه ما في صاي ما في عطير ما في. طيب شو ناطر ما تشتري؟ ايه ما هو المصالح ما بقى في مخبط المصريات. خلصوا المصريات؟ طبعا من النيابه بتكلف شغله كبيره كثير. يا دخلول لا نعم ضيف السبب يلا. شو هالعلقة هيدي يا فهمان؟ النيابة هيئتها بتكلف كتير بتقرب البيت يا أخي. أوه أنت لو الثوب في ملسح بأمريكا صار سلف 30 مليون دولار وبعضه على الطريق. احنا منين عنا ملايين؟ لا بس إنه يعني هلأ منحط بالأول وبعدين نقبض. طيب طيب شكرا شكرا خلي عني خلي عني. تفضل حبيب قلبي. بكرة بلزموك الوزارة إلك كمان. يعني أنا حوليك بالوزارة وفي عالم كتير بتشرب قهوة. أوه في عالم كتير كتير يعني بنفق كتير دغري. سيد تكلي نعم. ألف تكل. أو تكلي بيت تكلي بيت. شكري بيت شكري بيت. والنيابة لعينيك والنيابة لعينيك. يلا يا شباب كل واحد يروح على شغله. لا خليهم التحقيق خليهم التحقيق خليكم من بعض أملك. سيد تكلي في عنا هدول للأدب. طمني أول شيء أقولك في أمل إنجاح. لا تؤمل
ألف بالمية نادي عاجبها متوقع. بتصدق يا فهمان، إذا نجحت وصرت نائب بدي أعملك سكرتيري الخاص مدى الحياة. ايه وأبو نصر مرافق خلاص مش الحال. سيد تقريب في عنا هالأسماء هدال يعني في عدة في أسبوع في تالت في دفن بدنا نعملهم زيارات وضروري نروح. طبعا ضروري. وفي عنا هون يا سيد تقريب في عنا هون كمان في سبعة منا علاص وفي 15 الواحد لازقين من السفر زيارات للاغتلاب يعني. هلا هالشهر انا شايفه حنقضيه كلها زيارات بزيارات، شو القصه؟ وبدنا نقبض يا سيد تقريب علينا دفع كثير يعني ما بس زيارات، هذا اسمه سهل الدفع والزيارات يعني منفوت بعزه منطلع على علا حلو منقبض منطلط للعالم شغله كبيره 430 115 740 و300 شو المجموع $1,670 بس يعني هلا حديت هلا وتقليبك تقليبك 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 والنيابه لعينك والنيابه لعينك. اتفضل سيد غلول. ايها المواطنون اسمعوا وعوا، انتخبوا مرشح الشباب والفقراء والمساكين شكري ابن شاكر شكر الله شاكر الله شي معلوم. زبط يا شباب. ان السيد شكري سوف يحسن لكم الكهرباء من 24 ساعة باليوم لكي تصبح 30 ساعة باليوم. اما بخصوص الماء فانه قرر بانه سوف يحفر في كل بيت بئر ارتوازي. وبخصوص التليفون، لقد قرر شكري بيك بان يستبدل التليفونات جميعها بجهاز الانترنت. انترنت منيحه للذريعه هيدي الشغله. وانترنت انترنت يا ابو سليم شو الضمان انه لو وعدونا بالانتخابات انتخبونا؟ هيك ما فيك تعرف، لانه بوجود الغرفه السريه لما بيفوت الواحد لجوا على الغرفه وبيصير لوحده وبيختلي بضميره بيصير يحط الإنسان اللي بيلاقيه مناسب واللي بيلاقي ضميره بيوحيله إنه ينتخبه. طيب هلا شو بيعرفنا إذا قبضوا مني راحوا انتخبوا غيري؟ بده يكون ساعتها ما عندهم وفاء. هذا اللي مخوفني قلة الوفاء. دخلك هذا اللي عامل لي حال المحامي سمعته عم يقول. ما بعرف مين ايه شو محامي هذا محامي محامي ونص. الحاصل والمهم قال شو بيانك الانتخابي؟ شو منهجك شو عام شو شغله؟ ولو يا استاذ بلبل انت كمان الله يصلحك هن كلمتين احفظهم ورددهم مثل ما غيرك بيرددهم مثل سليم. انا حافظهم خيي بس ما بعرف كيف هيك بروكب بعد الحين بتروكب. ايه بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك والنيابه لعينك والنيابه لعينك بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك. خليكم بالله يا تمام خليكم بالله. يا يعطيك العافية يا بيك. أهلا فهمان شو في خير؟ الحياة الدمي الدمي بلوم 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 في شيء بلوم شوف يا بيك يا أهلا بالبيك. أهلا يا بيك شوف 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 ما حدا عم يشوف الطلاء اللي عم ينقف بهوفن ويقول شو هالمثل الحلو هيك هيك عالم بدني بالمثل. الحقيقة أنا زعلان كثير عم نبلم على الطليق ما منطوط على الطول الا مغطيه كل ما غطينا حطينا طوله بده بيغطوا لنا اياها ما بقى في عندنا طوله يعني مثل تبعون هول اللي كانوا يلزقوا للحفلات يضربوا على بعضهم يحطوا صور فوق بعضهم صاروا هلا الصور يعني يحطوها يعني بدنا تولي الصور لانه سكلي مطلع الحيطان كلها صور. شكري قليل العقل شكري شو بده بهالشغله هذه شكري قلنا له شو بدك بهالشغله ابدا أنا لو بدي حط صلوتي كلياتي إلا ما أنزح بالانتخابات إنكاري بالبول. فشر بيحط 10 بدي حط 20. أيوة هيك نحن ما حدا بيقدر يتحدانا أبدا. بلبل بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك. بلبل نعم في عنا الفيتولة هيدي من سنة الطوال اللي قديش هيدي 780 و640 ومتاح 100 و200 2950 وبلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك.
2,225. 3,225. يا سلام يا سيد بلبل. واللي بقى لك يا ألف مبروك ألف مبروك. وبالبلبيك بالبلبيك بالبلبيك بالبلبيك. شو القصة يا فهمين؟ صرنا دافعين كتير كتير. شو مفتكر أنت يا شغلة النيابة هيك؟ لو شغلة بتكلف كتير هذا يا تكليلي. لو لو عرف انه النيابة بتكلف كل هالمصوري ما كنت ترشحت. ولو اذا كان انت النادي عم تقول هيك ثقلات لهذا بلبل اللي خسران تنظيط. فهمان فهمان ايه فهمان توفي فرجي الشيك لشكري فرجي الشيك. اينو الشيك؟ شيك هلا اعطى شيك بلبل فرجيه فرجيه بلبل. ايه اللي شو قصة هالشيك هذا؟ طب انا لك مسكح انت صالحك عم تحكي انت يا اخي بدي اعرف شو قصته. ما هذا قصته انه ابو تليم نيم على ايديه ومقعده بالبيت سنه بليت وقال له يا بتاخذ التيك المصالي يا اما بتطلق البيت وتفلي يا بتمشي مثل ما بدي. قام نام على ايديه. ابو سليم عم يشتغل لمصلحه هذا بالبول؟ نعم يا سيدي. مش هي قصه البيت؟ ايوه فهمان. روح لعند ابو سليم قل له يجي لعندي، انا عندي بيت مستعد سكنه فيه وما بدي اجرى ابدا. بسرعه. اسمعت يا ذكي. أنا مش ذكي، أنا اسمي مشكاح. أنت مشكاح، فإذا نحن حنروح عند التل خليها زدت التاك بوصول له عني. بسرعة. عملي التاك بقى طبعا 100 دولار لأبو سليم لأنه. لحاملي. لحاملي هي. حتى تفهم هيك أصول الثغال، هلا من زدت له بقول له التاك بالبول، هاي التاك بوصول. بسرعة أبو سليم. كم شاط قلت لي أبو سليم عنده؟ أكثر من صار من 700 يعني. مشيك بسرعة. عملته. بسرعة. عملته فوق. وبجيب لي بطريقك دفتر شيكات جديد من البنك يا فهمان. بلبل وصلت تحاربني هان. انا الك والعمر اخواني سيكون لكل مواطن سياره وتليفون خليوي. ساحارب الغش، ساحارب الغلاء، سابني في كل قريه وبلده مسرح وفي العاصمه دارا للاوبرا. حلو حلو كثير. ما بدنا اوبرا مسرح، بدنا تكبروا لنا المدرسه الحكوميه مشان يستقبلوا لي ابني اذا سقط مره ثانيه. يا استاذ مشكاح انا انجح بالانتخابات وكل طلباتكم ستنفذ. ضافي يا سبيب ضافي. تفضل يا سبيب على بيت ابو سليم. شوف بنروح لهونيك. ايوه ايوه يا فهمان. نعم. كيف ما رحت وكيف ما جيت ما بشوف الا نفس الجماعه. هن ما عندك غيرهم؟ ما هودي مستاجرينهم يا استاذ بلبل. نعم مستاجرين. تمنا لك مفتاح تم تعطينهم. مش مستاجرينهم هن ذاتهم عم يستاجروا الشباك. لا ما فهموا للبخ. ما هذا اللي معطينهم اطفالهم كثير بيلطقوا الطوال كثير بيطقفوا كثير بيعملوا هابوله ولو يعني متفرغين طبعا. لا في مطلب انت فكلك يا بلبل باك ما بيذبلوا 20 30 واحد على الحفله طيباتيه. صحيح هيدي هي مشان هيك مستاجرينه نحن. انت يا مكح هذول الطوال اللي بدهم ينتخبوا موجودين. وين ان اللي بدهم ينتخبوات لشوف وين ان هذول يوم الانتخاب كل واحد منصوب قدام صوته ندفع له مطالب يدي على التصويت. ما تجيب سيرة المصاري لانه اللي عم يقبل عم يحطوه بالحبس. لك لا هادي استاذ بلبل بصير بالسر يعني بنعطيه قدام بده عقلين خذ 40 هي 40 وحليف اللي بيحلف يمين بلوح بيقبض بيتحقق. انا شايفها عمليه مخطره كثير. لا لا انت اعتمد علي. ايه اعتمد علي وما بتنجح. وهذا انا شايف هيك صوتك لك ما بينجح. ولا ضعفي 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 للبيك امنا يا بيك سلامتك. ايه وبلبل بيك بلبل حوني عند ابو سليم. بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك بلبل بيك والنيابه لعينك والنيابه لعينك بلبل بيك بلبل بيك. اكو يا تمام اول ما بيطل بلبل بيت زقفه كبيره. ها بنطل. زقفه يا تمام. اخواني انا لم ارشح نفسي الا خدمه لهذا الشعب المسكين. كف يا تمام. اعدكم صادقا اذا نجحت في الانتخابات ساحارب الغش ساحارب الغلاء وأعدكم أيضا لكل مواطن بيت ينام فيه. ضافة يا تمام. شكري بك وشكري بك شكري بك وشكري بك والنيابة لعينك والنيابة لعينك شكري بك وشكري بك شكري بك وشكري بك. لا لا يا محتال
عم تشتغل على الحبلين. شو هالثكله انتو هالنخ من هيدي الزيت عملنا هالثكله؟ شوفي فهمان شوفي عذاب من حديد يا شو حتى انت بدك تحكي يا بلبل. اوعى ظبط كلامك اوعى ظبط كلامك.